السلام عليكم الأستاذ تبون، أعطاني شي أرقام خيالية، والأرقام اللي تتقول التقارير والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ماشي هي هذيك اللي عطي السي تبون، ولكن دائما السي تبون عنده أرقام ديالو خاصة به، هذاك 4.2 4 إلى آخره، دائما تيقولها والنهار اللي كنعقل عليه هو تيقولها، ودائما تيقول لك بانه ما يا اما الاولين في افريقيا يا اما الثانيين يا اما الثالثين، ما عمرو تيقول حنا كاع مكلاسيين، مع العلم انهم كاين بلايص كاع اللي مكلاسيين فيهم كاع. ما نكروش عندكم اقتصاد، كاين عندكم بترول عندكم، ولكن ديك الارقام اللي عطيتها السي تبون راه ماشي هما هذوك، خصوصا ملي قلت يا السي تبون بانكم نتوما احسن من الدول اللي كاين كاع في البحر الابيض المتوسط. هادشي فيه شويه ديال الدغله السي تبون. إثر جائحة كورونا فقد تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة إمكانيات بالبلاد وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصاد الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر ب 4.2%، وهو من أحسن إن لم أقول أحسن نسبة في البحر الأبيض المتوسط، وبلوغ ناتج محلي قدره 260 مليار دولار، مما جعل اقتصادنا يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا، مع ارتفاع احتياط الصرف إلى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات. إيوا على كل حال هذاك الشيء تيهم الجزائريين، تيهمنيش أنا. إيوا غير وكان أذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. 260 مليار دولار. سينهم اللي قال لك 260 مليار دولار راه توقف واحد شويه لان بانت ليه ماشي هي هذيك، وهو يكمل. على كل حال حنا بغينا لكم غير توفقوا ولكم غير الخير، ما غاديش نحسدكم، الله يسهل عليكم ويعاونكم. شنو نقول لكم انايا؟ ايوا هادشي اللي كاين، الله يعاونكم.